إشارات إلى ضعف المسلمين وتخلفهم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ولكنكم قثاء كقثاء السيل. سبحان الله، إنه تشبيه دقيق وبليغ، والله يعجز أبلغ البلقاء عن وصف هذا وتصوير هذا الواقع الذي تعيشه اليوم الأمة الإسلامية، كما صوره لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.